السلام عليكم مرحبا بكم متتبعين قناتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. نتوما كتشاهدوا هذا الفيديو، واللي كيشاهد القناه ديالي لاول مره ما تنسانيش بلايك واشتراك والكومونتيرات الزوينين ديالكم. فيديو اليوم غادي يكون عباره على مسمنات، صراحه كيجيو زوينين وبطريقه بسيطه، ما غاديش تبقى ان شاء الله تستغنى عليهم. ساهل في التحضير كما كتشوفوا، كنتمنى انكم تجربوهم وتردوا لي الكومنتيرات ديالكم. كيجيو خفاف صراحه، كيجيو رائعين، اكيد الا جربتوهم يبقاو ديما تستعملوهم. والمقادير اللي كنحتاجو في هاد المسمنات، المهم انا عندي انا دقيق ديال القمح ودقيق الابيض. المهم الا كان عندك انك كتبقى على حسب المقادير، وانتم شحال بيكم في الدار. المهم انا عندي هنايا 3 زلايف ديال الطحين الابيض وزلافه ديال الدقيق القمح. المهم ديما انا كان عندي الا استعملتي 3 ديال الكيسان ديال الدقيق الابيض كتستعمل كاس واحد ديال الدقيق ديال القمح. وهنا عندي شوية المليحة كتبقى على حسب الذوق، معلقة ديال السكر، هنا أنا درت العجينة ديالي تعجن في العجانة وعجنتها بالماء بارد ما روبيني. ومن الأحسن أننا نطلع العجينة ديالنا شوية قاسحة. المهم نخليوها تعجن مزيان ونرجعو إن شاء الله. كما كتشوفون بعد ما العجينة ديالنا تعجنات مزيان، كنخليوها ترتاح، كنديرو ليها بلاستيك غذائي، كنخليوها مهم انتي و شحال ما بغيتي، نص ساعة يا ربع ساعة، كون حيت ما فيهاش خميرة ما شحال ما خليتيها كتطلق مزيان. وكل ما خليتيها بزاف صراحه كتجي حسن، بغيتي عجنه في الليل وفي الصباح طيبه ما فيهاش خميره ولا عادي تخسر ولا شي حاجه ولا غتخمر. وهنا كما كتشوفوا من بعد ما ارتحتنا العجينه ديالنا، كما كتشوفوا هي طلقات مزيان. المهم دابا غنكوها كويرات صغار، كندهنوا سطح العمل بالزيت كما كتشوفوا، كنديرهم كويرات صغار. هنا انا غادي ندير وحده في وحده، يعني شوفوا نتوما على حسب الكوب اللي بغيتوا. المهم كنبقاو نكورو هكا حتى كنسالي العجينة ديالنا كاملة، كندهنوها بالزيت. من بعد ما كورنا العجينة ديالنا كاملة كنغطيوها بواحد البلاستيك غذائي
خليه عاوتاني ترتاح واحد ربع ساعه ولا نص ساعه. المهم كل ما حتي عجينه قاصحه كل ما خليتيها ترتاح مزيان، ما طلعتها انا من الاول طلعتها قاصحه. المهم هنايا عندي انا الزيت والزبده، ذوبت الزبده وضفتها مع الزيت. وهنا عندي دقيق ديال القمح، ضفت له خماره. صراحه هذا هو السر ديال الرغيف باش يجيوك زوينين، كنضيفوا الخمارات خماره حمراء للدقيق. عندي هنايا دقيق ديال القمح، وكنديرهم كل دقيق وخماره على هذا الخليط ديال الزيت والزبده، وكنخلطو مزيان. المهم كنخلطوه مزيان حتى كيندمج مزيان الخماره مع الدقيق ديال القمح مع الزبده مع الزيت. وصراحه هذا هو السر ديال الرغيف باش يجيوك زوينين، كيجيو خفاف كيجيو زوينين صراحه. كما كتشوفوا الخليط هو متجانس. المهم كندوزو هنايا نطلقوا العجينه ديالنا، كنجيبو تاني صحن كنديرو فيه شويه الزيت باش ندهنوا بها سطح العمل. المهم انا هنايا ما استعملش الزيت بزاف حيت عندي هادو هما غيفاس دايرهم صراحه للرفيسه. صراحة أنا بنات عيق قبل التصوير ديالي، يعني مرة مرة كيصور لي ولدي الصغير، مرة كنصور بيد واحد وكنخدم بيد واحد. المهم قبل التصوير ديالي. المهم كنطلقو هنايا العجينة مزيان، كما كتعرفو جميع المغاربة كيعرفو يصوروا المسمنات. المهم أنا كنتنيوهم، الا بغيتي يجوك شويه مزيتين كي كيعجبوك غيفات مزيتين كتضيف الزيت. المهم انا كما قلت لكم هنايا عندي هنايا غيفات الرفيسه، ولكن واخا هكا كيطلعوا صراحه زوينين. كنتمنى انكم تجربوهم، صراحه اللي عمري غطلع ليها الرغيفات بهذه الطريقه اكيد غادي يجوها زوينين. المهم كيما قلت لكم هنايا كندير انا وحده في وحده. ساليت الرغيفات ديالي الاولانيين، غنضيف دابا ندير وحده في وحده. المهم هنا ضروري تغطيو العجينه ديالكم بلاستيك باش ما ديرش داك بحال الجلده من الفوق كتقصح. المهم فين نتوما كتخدموا نتوما كتغطيوها بلاستيك غذائي. ملي كتكون العجينه قاصحه صراحه كتعاون في الخدمه، كتجي في الخدمه ساهله دغيا كتطلق. علي قلت لكم انكم تخليو العجينه شويه قاصحه. المهم كنستمروا على هذه العمليه حتى كنسليو العجينه ديالنا كامله، ندوزو نطيبوها ان شاء الله يا ربي.
المهم انا هنايا تقريبا قريبا سالي، حطيت المقله ديالي في البوطه باش تسخن مزيان. من بعد ما سالت العجينه ديالي كلها ندوز دابا نطيبوها ان شاء الله يا ربي. المهم انا غادي نبدا نطيب معكم الرغيفه الاولى. صراحه كما قلت لكم قبل على التصوير ديالي، حتى انا يد واحد كنطيب ويد واحد كنصور لكم. المهم صراحه في الطياب كيجيو زوينين، كيتنفخوا بزاف، انا كتنفخوا اكثر من هكا. وكيجيو هشاش، وحتى في الماكله كيجيو طبعين. صراحه غادي تجربوا الطريقه، ما غاديش تبقاو تستغناو عليهم ان شاء الله. المهم هذا هو الفيديو ديالي، كنتمنى انه يعجبكم. كما كتشوفوا هما كيجيو زوينين، وهذه اللخينيه بقى سخونه. المهم بردتي ولا قهوه، نتوما شنو كيعجبكم، وبصحه وراحه. وكنتمنى انكم تشاهدوا الفيديو للاخير، وما تنسونيش بالدعم والاشتراك، وشكرا بزاف، وبصحتكم وشهية طيبة.